وبما ان العيد قرب والناس في رمضان داخله جامده وماسكه على نفسها الحلويات، وبالاخص الناس الحبايب بتوع الكيتو كيتو. واللو كارب، ايوه جبت لهم بوصفه كده اسمها ام علي، بس كيتو دايتس. ام علي كيتو دايتس، فاكرين يا جماعه اللبن المكثف اللي الحبه عملته لكم اول امبارح لما جابت كريمه الطبخ وايه كريمة طبخ وسكر دايت وسمنة ومعلقه سمنه بلدي، وقعدت تقلب فيهم لحد لما طلع هذا الخليط شبه الكاستر كده. خلاص، يبقى اول حاجه هتحضر لبن المكثف. هجيب لكم اللينك بتاع الحلقه بتاعت اللبن المكثف. حوالي قد ايه دول 200 جرام لبن كريم كريمة. الطبخ، اللي هي علبه الكريمه في منها انواع كتير، فانت شوف النوع، كلهم كربوهيدراتهم واحده والبروتين بتاعهم واحده، فمش فارق كتير قوي. خلاص، حوالي 200 جرام يعني كوبايه كبيره. خلاص، وحطت عليها كام معلقه سمنه، الكوباية بنحط عليها معلقة، يبقى حطت معلقتين سمنه كوبايتين، حط ممسوحتين، كوبايتين. وقعدت تقلب لحد مع 5 دقائق 10 دقائق لحد لما طلع هذا الكاستر. وبعد كده جبت 100 جرام جوز هند، وقعدنا نقلب على النار من غير سمنه خالص لحد لما اتحمر. وجبت 75 جرام بندق، خلاص، وضربتهم في الكبه نص يعني ضربه نص كده ضربة عشان تبقى مجروشه. والحب بقى هتقول لكم تعمل ايه، ازاي الطبق ام علي هيتعمل ازاي. بصوا، اول حاجه طبعا احنا متفقين ان ده هنستخدمه في حاجات كتير، بعد كده هنعمل منه اللي هو كور جوز الهند، برضه هنقول الطريقه بتاعتها ايه. تمام، اول حاجه هنعملها هنجيب رشه من البندق، هنحطها كده في اهم حاجه. الصينيه من ايوه تحت. تمام، دي ايه الارضيه بتاعتنا. تمام، ممكن بقى تحط عين جمل، ممكن يعني على حسب ما انت ايه. تمام، وزي ما عودتكم انا، زي الكاميرا زي ما هي كده، زي ما عودتكم انا انا كنت بكتب الحاجه ومكوناتها مقاديرها قبل ما ابدا الحلقه، عشان اقول لكم الطبق اللي احنا هنعمله دوت هيبقى اجمالي الدهون بتاعته 150 جرام دهون، الكربوهيدرات بتاعته 11 جرام كارب، البروتين بتاعه 21 جرام بروتين. لحظه واحده، وما تتهورش وما تاخدش الوجبه دي كل يوم، انا قلت ايه، تفكوا بيها عن نفسكم بدل ما نبوظ الدنيا، بدل ما تبوظوا الدنيا. طعمها جميل جدا. خلاص، ما تنسوش ان بروتين الاجبان والكريمات بيثبتوا الوزن في الكيتو، بيبقى سبب ثبات الوزن. بصوا الكاستر النزل ده كاستر كيتو، ام علي يا جماعه هي ام علي بجد، الطعم بتاعها تحفه. بعد كده بتجيب رشه بندق تاني. خلاص، انت بتبتدي ايه تقلل بقى، يعني بتبقى مش كتير، هنحط بقى واحده تانية. طبعا انا بتكلم على الطبق ده كله اللي حابب تعمله، 150 جرام دهون اكتبه، 11 جرام كارب، 21 جرام بروتين، ايه المقادير، 200 جرام كريمه، 75 جرام بندق، 100 جرام جوز هند. طبعا الطبق ده هيتاكل يعني مش انا هاخد ربعه اللي هو معلقتين وبقفل، المعلقتين هيدوني 37.5 جرام دهون، 2.5 جرام كربوهيدرات، حوالي 5 جرام بروتين. سناكس كل يوم يتاخد، اصلا انا باخدها ما بتسحرش. خلاص، بس انا محدش يعمل زيي يا جماعه، انا بثبت يعني، انا لو انا عكيت في وصفات كيتو محدش يعمل زي دكتوره. انا بحب اخش رمضان كيتو، بعد رمضان بقى بطلع له كارب. أنا لكن عايزة انا بس بحب ليه كيتو في رمضان يا رحاب، عشان بيقفل الشهية بصراحة. انا ما باكلش، ربنا سبحانه وتعالى، انت كل اللي بتفكر فيه حاجة واحدة هو بس، ان انت هبلك ماشي كيتو الصيام عشان يحسن من، يبقى ربنا ليه حكمة. ال 30 يوم دول مش عايز ياكلك، هو لو كان عايز ياكلك ما كان اكلك، لكن هو ليه حكمة في ذلك، انك انت تخش الصيام ده عشان يعني تنقي جسمك من السموم وترقق الجلد وتطرد جميع السموم. فاحنا ما بناكلش، فانت غير الكلامي ما قل ودل، يديك طاقه ها ويديك باور، وفي نفس الوقت انا واخد على الكيتو، بس لو انت واحد جديد ما تخشش كيتو. انا ما بحفزش الكيتو لكل الناس، ولكن اللو كارب حلو وسعرات الحراريه حلوه وكل الانظمه الغذائيه اللي انا بجتهد وبقولها في البيتج جميله، بس انا عايزكم تجتهدوا معايا وتذاكروا وتخسوا بايا كانت الطريقه. وقريبا حلقه كيفيه طريقه تثبيت الوزن ايا كان الطريقه اللي انت هتخس بيها، بس على شرط لازم تشاهدوا الحلقه دي. ام ممكن عادي، اكمل بقى اتفضلي كملي. طيب انزل بالكاميرا. بصوا، اهم حاجه ان احنا عايزين نستخدم اللبن المكثف وهو ساقع، يعني ما يكونش سخن. تمام، طيب يلا بينا، دي اخر بقى التطشيه، طبعا اخر تاتش دي بقى كتر فيها براحتك، يعني لان هي اللي هتبقى ايه. انا بصراحه تحفه صراحه، يعني كاستر كيتو وام علي وجوز الهند وهو مقرمش كده ومحمر جميل، هتحس انت بتاكل ام علي فعلا.
ما اعرفش انا احساسي كده، ما اعرفش ممكن غيري يقول لك لا ما مش هي والله، هو احسن من ولكن مفيش. هو احسن، هي أحسن من مفيش يعني. انت دلوقتي داخل كيتو دايت وعايز تفك عن نفسك اسبوع بدل ما تطلع هاي كارب، لا خليك لو كارب خلاص، وغير كده ما يفرقش. وهاي بروتين من الهاي هاي كريمه مثلا، الكريمه اللي بتثبت الوزن مش مهم اخدها، بدل ما في واحد بيقول لك انا عايز اخد ام علي عاديه، لا ادي عملنا لكم ام علي كيتو مكونات كيتونيه. على فكره الطبق خلص خلاص تمام، احلى طبق ده، طبقنا بجد طعمه حلو قوي على فكره يا جماعه، يعني جربوه مش هتندموا. جربوه، انا احط التاتش بتاعي بقى. أيه. لازم انا احط التاتش بتاعي لازم. بصوا يا جماعه، بصوا ال 75 جرام لازم يخشوا 75 جرام، انا حاسب الحسبه ايه بالملي دول بقى، في بتاع حوالي 3 جرام اهو ناكلهم بقى. ماشي، انا عارف انت بتحب التاتشات بس يعني كده كده كتير قوي، مش مهم مش مهم، انا حاسب حاسب. ايه رايكم؟ طيب. شفتوا التاتش ده؟ بقولوا بقى تاتش مين احلى؟ قولوا تاتش مين احلى؟ يعني تاتش الدكتور ولا تاتش مدام الدكتور؟ الدكتور عشان تبقوا فاهمين، لازم تبقوا انتوا عارفين اي حاجه بتاكلوها يبقى لازم تبقى انتوا عارفين مكوناتها. ممكن انا ادي وصفه لواحد ورا الكاميرا مش عارف يحسب نفسه، لا بروتين ولا 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 دهون ولا كربوهيدرات، مش عارف يعمل حاجه. بس انا نصيحتي ليك، انت في كيتو دايت ابحث عن ما تحسبش دهون كاول، احسب ايه؟ احسب كميه البروتين بتاعتك واحسب كميه الكربوهيدرات بتاعتك. ابحث انك انت في الكيتو دايت ما تعديش ال 20 جرام كربوهيدرات. يعني ايه 20 جرام كربوهيدرات دكتور؟ ما تلخبطناش. اه هتقعد تدور على الكوسه السبانخ على جوجل تشوف كميه الكربوهيدرات هيطلع له لكل 100 جرام، وكل اللي معاك تجيب ميزان مطبخ، ميزان مطبخ ايا كان الميزان. ما كانش كده اوزن عند راجل النص كيلو قسمه على 5، يبقى كل ايه النص كيلو تقسم معاك الى 100 جرام. البيضه الواحده فيها 6 جرام بروتين، كل 100 جرام بروتين على الميزان انزلي كده 100 جرام بروتين لحمه او فراخ او سمك بيخشوا جسم حضرتك ما يقرب من 25 جرام الى 30 جرام بروتين، فانت تحسب في المتوسط 25 واحسب كميه بروتينك، اضرب ميزانك في 8 من 10، هيطلع رقم اشتغل بيه بقى بالبروتين. كان معكم دكتور احمد عبد الباري اخصائي العلاج الطبيعي. اسيبكم بقى انا ايه اكل ام علي وانتوا ايه؟ ام علي؟ ام علي. بصوا يا جماعه، اسيب انا اكل ام علي وانتوا ايه اتفرجوا عليا، ولو انت لو كارب ونفسك فيها عايزين نبطل نغيظهم. انا بغيظهم، استني بس بغيظهم. لو انت لو كارب ونفسك فيها يبقى انت ايه، انت فاهم بقى، هتمنع لبن وايه وفاكهه لمده 48 ساعه، يومين. اه رهيبة دي، غلبت الكنافة الكيتو. اه بصراحة غلبت الكنافة الكيتو. بصوا احنا كل حاجة بنعملها بنجربها قبليكم، ولو بنقدمها فعلا بنقدمها ليكم. خلاص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.